ابو سام. هلا ابو سعود. هذا ابو الواحد مطوع ملتزم ويروح حلقات ذكر حارتها والحارات الثانية، لكن عنده الأخو زي ما نقول ما الله حادي، رجال راعي روحات وخربطه زيادة عن اللزوم، فاحتاج سيارة أخوه، فقام يدور بالحارة اللي همبه ما لقاه، وراح للحارة الثانية ولقاه عند له ناس مجلس ذكر، ويطق الباب ويطلع له راع المحل، يا هلا يلا حي تفضل. قال له والله ابي فلان ابي السياره. قال طلبتك انك تدخل عندنا حلقه ذكر، احضره وخذ المفتاح وتوكل على الله. فاستحى ودخل، فحضر مجلس الذكر. يوم جاء يطلع قال استاذ ندعو لي الربع، هم يدعوا له وياخذ مفتاح اخوه ويطلع. يعلو صار عليه حادث وتوفى، انتهى اللي احواله وسط. ففي واحد من الجليسة بعد فترة جاء لاخوها مطوع، قال اخوك وش يسوي اللي جانا؟ قال ما يسوي شيء، والله مسيكين ضايع نضح اسند النار، لكن نقول ان الله يرحمه برحمته. قال ابشرك ان اخوك الله رحمه. قال وش يدري؟ قال حلمت ابو ثلاث مرات، الله اكبر، انه بالجنة وانه يمشي على لنهر، فما صدق الاخو. قال ثلاث مرات؟ قال ثلاث ليالي بعد صلاة الفجر حلم به. فسألوا شيخ، قالوا هذا خاتمته خير، وش مسوي قبل يموت؟ قالوا والله حضر له مجلس ذكر عندنا، ولا كان هو أموره وسط. قال هذا شملته، قوموا مغفورا لكم، انت حفهم الملائكة اللي بذكر، أو قوموا مغفورا لكم، هذا شملته مغفورا لكم، الله يجعل لنا وانت ومتابعيننا من المغفور لهم يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. فلا تبخلون على أنفسكم بأنكم تجلسون مجالس ذكر، جزاك الله خير، قد يكون أنه تشمل قوموا مغفورا لكم، ولا أخطاءنا وذنوبنا الله هو اللي ساترها بس.